راديو تي في الأهرام. وأكلات مبتكرة ولذيذة وشهية مع مطبخ غفران. اهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي ومستمعي راديو تلفزيون الاهرام. النهارده في حلقه جديده من حلقات برنامجكم كل يوم جديد مطبخ غفران. هنعمل النهارده وصفه اكل بحبها جدا، بعتبرها من المطبخ المصري وصفه اصيله. ازاي هنسوي قطع لحمه في صوص مميز، وصفه الكمونيه. طبعا الكمونيه هي عباره عن قطع من اللحم جميله كده ومتسويه ومتسبكه بصوص رائع جدا، باين من اسمها كمونيه، يعني فيها حبه كمون طبعا اكيد، بس مش ده الكفايه في الصوص ده. الصوص ده لا، ده حكايه جميله جدا. وانا حابه اقول لكم انه في الوصفه بتاعتنا انت ممكن تعملي الوصفه، يعني تشتغلي كده بيها بطريقه تخليكي يعني تاخدي الطعم ده على مرحلتين. يعني اللي حابب يحط في اخر الوصفه حبه صوص طماطم هيديها طبعا الطعم اللذيذ بتاع الكمونيه، واللي حابب يوقف ما يحطش الطماطم كمان هياخد صوص بني لذيذ وجميل جدا. طيب يلا، عشان ايه انا بحب اقول لكم شويه معلومات عن الطبق قبل ما نشوفه، بس كده كفايه لازم نلحق نشوف الطبق ونشوف اتعمل ازاي، ولازم تجربوه لانها وصفه بصراحه تستاهل تجربه. وصفه الكمونيه وصفه لحمه اصيله مصريه تجنن بصراحه، الطعم روعه، التسبيكه هايله، اخدتي لحمه مستويه ودايبه دوبان بصوص رهيب فعلا، من احلى انواع صوصات اللحم ومن احلى طرق طهي اللحمه. طيب ازاي بنعمل الكمونيه؟ الكمونيه طبعا في ناس بتختلف شويه في المقادير او في طريقه تحضيرها من حد للتاني، فموضوع الطعم النهائي ممكن من بيت للتاني بيختلف، من ذوق للتاني. انا عملتها لكم بالطريقه اللي بحبها جدا، فيها حبه خضار، فيها فلفل رومي، وفي عندنا اختياري في الاخر نضيف الطماطم او لا. طيب المقادير عندي كيلو من اللحمة القطع، عندي كوبايتين من البصل مقطعين وسط مش ناعم خالص، وسط مكعبات، ومعلقة كبيرة ثوم مهروس، نص معلقة صغيرة كزبرة جافة، معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة سبع بهارات، وعندي شوية مية، معلقة صغيرة ملح مش هنضيفها دلوقتي في الاخر خالص لما اللحمة تنضج، وعندي عندي كوب ونص من الفلفل الرومي الالوان الاحمر اخضر اصفر مشكلين مع بعض كوباية ونص. حطينا حبة زيت في الحلة عندي، وحضيف البصل. البصل زي ما قلتكم انا مش منعمه خالص، مخليها قطع كده، وحبدأ اقلب فيه في الحلة لغاية ما يصفر حلو ويبدأ ياخد اللون الذهبي. عايزة تقرصي طبعا عليه اكتر هيديني طعم احلى، انا بحب بصراحة اديه لون سنة كده ذهبي واضح. طيب دلوقتي ضفنا مكعبات اللحم وبنقلب كويس لغاية ما احس ان اللحم عندي كمان اتشوحت من كل الاطراف زي ما انتوا شايفين، يعني لونها ما بقاش اللون الاحمر. ضفت التوم دلوقتي واديله كده تقليبة، وابدأ اضيف البهارات، البابريكا والكمون والفلفل الاسود والكزبرة الجافة والسبع بهارات المقادير قلنا عليها، بس قلت لكم الملح مش دلوقتي خالص. طيب دلوقتي طبعا البهارات عندي ضفتها قلبتها كويس، بغطي الحلة عندي وبترك اللحمة على نار تعتبر هدتها شوية عشان تبدأ تنزل حبة السوائل اللي فيها. يعني في البداية كانت النار عالية في التشويح، بعدين قمت مهدية النار ولسه ما ضفتش مية، هي هتنزل حبة مية اللي فيها عشان تستوي بميتها. طيب عندنا طبعا في شوية مية هنضيفهم لما نحتاج، ده اكيد عشان احنا اللحمة بتاعتنا دي هتاخد وقت على النار حسب نوعية اللحم. فبعد كده تقريبا النص ساعة الأولى هضيف حبة مية وغطي تاني واسيبها نص ساعة تانية. طيب في الوقت ده عندنا اختياري اننا نكمل تسبيك اللحم وسواها في صلصة طماطم، فعندي كوبايتين ونص من الطماطم، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الثوم المهروس. طيب عندنا فلفل رومي الوان، اختياري انك تشوحيه بنقطة زيت، او ممكن على فكرة اللي مش حابب يكتر الزيوت والدسم ان احنا نضيف الفلفل الرومي وهو ني فورا على حلة اللحمة، فده بعد ما كده بقالها اللحمة ساعة على النار
انا اديت الفلفل بس تشويحه بسيطه، وبرجع بقول ممكن تضيفي ني خالص على اللحمه، ضفته وحسيب بقى الفلفل الرومي مع اللحمه نص ساعه كمان لغايه ما اللحمه كمان تكمل سوا، لاني انا اللحمه اللي عندي لحمه عجل، بس القطعيه لازم تكون طريه يعني من حته طريه في العجل، بس اللحمه البقري بتاخد وقت في السوا عشان انا عايزاها تكون طريه تماما. فكده ساعة ونص اللحمة كانت على النار، ضفت بقى هنا بقى اختياري، اما انك ما تضيفيش خالص بقى الاختياري ده اللي هو الطماطم، او انك تكملي التسبيك بالطماطم. يعني في ناس بتحب تقدم الكمونية من غير الطماطم مكتفية بالفلفل والبصل والحاجات دي، وفي ناس بتحب بقى تضيف الطماطم. فانا بضيف الطماطم بعد ما اللحمة تقريبا خلاص هتكون استوت، بس انا عايزاها تطرى اكتر، فضفت الطماطم وحبه الثوم الزياده والملح. هنا بقى ضفت الملح، شايفين الملح اتضاف بقى على المقدار بتاعي، وغطيت وتركت اللحمه مع الصلصه نص ساعه تانية. فكده اللحمه بقى لها على النار ساعتين، حسيتيها لسه محتاجه كمان تطرى اكتر، ممكن تخليها نص ساعة زيادة. طيب التوم عندي اللي كان في الصلصة أنا أفضل دايما أني أقسمه على قسمين، قسم ضفته فورا مع صلصة الطماطم عصير الطماطم، وقسم في أواخر السوا، وده اختياري علشان اللي بيحب نكهة التوم تكون واضحة أكتر، فدايما يقسم التوم على مرحلتين، مرحلة في الطهي ومرحلة في الأواخر قبل ما ترفعي الحلة عن النار مثلا بربع ساعة 20 دقيقة، بيدي طعم قوي وتسبيكة قوية جدا للأكلة. طيب شايفين طبعا طبق لذيذ، برجع بأكد حرية الاختيار في موضوع الطماطم ده في الآخر، يعني في ناس ممكن ما تحطش الطماطم خالص وتكتفي بالصوص اللي نتج صوص بني جميل، بس تخلي بقى اللحمة تاخد وقتها على النار تستوي بالدرجة اللي انتوا بتحبوها من السوا، اللي يحب اللحمة كده مستوية خالص زي ما شايفينها دلوقتي معايا، اللي يحبها لأ فيها سنة بتشد أكتر، ده طبعا كله اختياري. ما تنسوش السبسكرايب واللايكات والكومنتات، يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ودي هي وصفة الكمونية. الحلو دائما كلنا بنستناه، وقررت اننا لازم النهارده نعمل حلو مميز، حلو رائع جدا صيفا وشتاء، وبينفع كمان جدا جدا في اوقات المواسم زي شهر رمضان المبارك. بس سبحان الله الطبق ده مطلوب في كل الاوقات، اللي هو الكنافه النابلسيه. كلنا بنسمع كنافه بنفتكر شهر رمضان، بس الكنافه النابلسيه بتلاقيها شغاله طول السنه، لذيذة وجميلة، والجبنة اللي فيها واللي بتمط كده دي أحلى حاجة فيها. طيب إيه حكاية الكنافة النابلسية؟ من اسمها هي من مدينة نابلس اللي أصلها من فلسطين، عبارة عن طبقة من الكنافة وطبقة من الجبنة، ده اللي كان يتعمل زمان، كانت معروفة بالطريقة دي. أول ما اتعملت وصنعت في نابلس بيعملوا طبقة من الكنافة وطبقة من الجبنة. دلوقتي بقينا بنلاقي ناس بتقدمها انها طبقتين من الكنافة في النص الجبنة، مش مشكلة، ده لا يفسد للود قضية اكيد. طيب ازاي ممكن تتعمل؟ ممكن تتعمل بطريقتين، في ناس بيحبوا يعملوها بانهم يقصوا بس الكنافة الشعر وتبقى شعر وعادي جدا الكنافة الطبيعية اللي بنعرفها، والبتفرك بالسمنة ونحط الجبنة ماشي. وفي الطريقة الأصلية القديمة بتاعتها اللي هي بتتعمل بأن الكنافة نفسها دي هتتفرم بطريقة معينة وتتحضر، حبيت أعملها لكم بالطريقة الأصلية اللي هو هنفرم الكنافة ونحضر كنافة نابلسية بالكنافة الناعمة. فلازم تشوفوا مع بعض الخطوات دلوقتي وإزاي بتتعمل على أصولها، أحلى كنافة نابلسية ممكن تاكلها، ويلا بينا نشوف الفيديو. كنافة النابلسية أحلى نوع حلويات شرقي محدش بيختلف عليه، دايما الحلويات الشرقية بيكون عليها إقبال في مواسم معينة، بس سبحان الله الكنافة النابلسية بتحس إن الإقبال عليها مستمر دائما، يعني صيفا شتاء في كل الأوقات. في الصيف ليها حلاوتها وبتلاقيها شغالة والناس كلها بتشتري منها، وفي الشتاء بقى حلوة جدا وبتدفي. طيب خلينا نشوف مع بعض إزاي هنعمل الكنافة النابلسية. هيلزمنا نص كيلو من الكنافة، هنقطعها طبعا، وعندي نص كوباية من السمنة، وثلاث معالق كبار من الزيت، ثلاث معالق كبار من الشربات اللي هو نفسه شربات الكنافة، شربات التقيل، معلقتين كبار من مية الزهر، وده اختياري، اللي مش بيحبها ما يحطهاش براحته، وعندي لون
لون نقطتين كده من اللون الأورنج. طبعا حيزلنا شوية سمنة لدهن الصينية. شايفين طبعا ازاي انا اخدت الكنافة بتاعتي، انا كنت حطها بصراحة في الفريزر فهي مجمدة، فلما بتكون مجمدة لو طلعتيها وفرقتيها بس بإيديكي بتتفتت. طيب لو كانت طرية ومش مجمدة هتضطري بالمقص او بالسكينة تقعدي تقطعي فيها لغاية ما تبقى شعر صغير. طيب دلوقتي اخدت السمنة وحطيتها في حل على النار ومعها 3 معالق كبار من الزيت ومعها كمان كمية الشربات، وبعدين حطيتهم كلهم وقلبتهم مع بعض وضفت عليهم حبة من اللون. طيب لو ما عنديش اللون الأورنج ممكن أحط نقطة لون أحمر وعدلها بنقطة لون أصفر يديني اللون الأورنج. مية الزهر كمان بضيفها على الخليط لأني أنا أصلا مش بغليه، أنا مجرد بسخن بس فقط السمنة تسيح، أنا مش بغلي مجرد تسخين، فعادي حتى مية الزهر أكون ضفتها عليه. ببدأ زي ما أنتوا شايفين حطيت المزيج على الكنافة بتاعتي، وأهو دلوقتي مفرمة اللحمة. لو عندك استعملي الفتحات الواسعة اللي أنا حطيتها دلوقتي مش الفتحات الرفيعة. لو ما عندكيش مفرمة اللحمة ممكن تستعملي الفود بروسيسور أو الكبة العادية وتدي ضربة عشان تفرمي الكنافة، بس طبعا بمفرمة اللحم بتطلع معانا الكنافة ناعمة أكتر ورفيعة خالص عشان بتتفرم فرم، فبتبقى عاملة زي حبيبات. بالفود بروسيسور ممكن تبقى أخشن شوية. طيب أنا عاملة لكم الكنافة اللي هي بطريقة اللي بيتقال عليها فرك الكنافة، فده اسمه فرك الكنافة. الكنافة لما بتتفرم كده اسمه فرك الكنافة، ودي مشهورة جدا في مدينة نابلس الفلسطينية اللي هي أصلا طلع منها فكرة الكنافة النابلسية. طيب في ناس ما بتحبش تعمل الكنافة النابلسية ناعمة كده خالص، فما فيش مشكلة ممكن تقطعي بس الكنافة وتستعمليها عشان تعملي كنافة نابلسية. طبعا عملت ايه؟ دخلت الصينية دي على الفرن مدة 5 لـ10 دقايق ماكسيموم. الفرن كان شغال مسبقا بدرجة حرارة 200، يعني كان سخن، وخليت بس الكنافة تتحمص في الفرن. فلما تحمصت لونها بيغمق، بس اهم حاجة انا مش عايزاها تكون ناشفة خالص، يعني عايزاها لما اضغط عليها كده بايدي شايفين لسه بتتجمع مع بعض بالشكل ده، مش عايزاها ناشفه اللي هو قرمشت وبقت حاجه ناشفه، لا خالص، لازم تكون لسه فيها شويه رطوبه. هي اتحمصت لونها غمق من التحميص، طبعا اخذت اللون المظبوط الاورنج، الصبغه اللي فيها ظبطت اكتر عشان بالتحميص والحراره اللون هيتعدل ويبقى زي الفل، بس لازال بتحسي فيها حبه رطوبه بسيطه. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ بامكانك انك بقى تسيبيها تبرد او انك تفرديها على الرخامه اوسع عشان تبرد بشكل اسرع، يعني بفضل اني ابردها. بعد ما ابردها باخد بقى صينيه، الصينيه بتاعتي مقاسها 30 سنتي، وابدا ارش فيها بعد ما طبعا دهنت الصينيه بالسمنه، ارش فيها فرك الكنافه ده بعد ما برد حبه، وابدا اضغطه شويه. طيب هل ممكن استعمله من غير ما يبرد؟ عادي جدا طبعا ممكن، بس انا ببرده عشان اعرف اضغطه بايدي وايدي ما تتلسعش منه. طيب باستعمال كده كيس او حاجه ما تخليش الكنافه تلزق بايدك، اضغطي كويس وبعدين جيبي صينيه اصغر لو عندك وابدي اضغطي بحيث تكبسي طبقه الكنافه جامد. طيب انا عايزه اقول لكم ان فرك الكنافه اللي احنا عاملينه ده بيكفي لصينيه ونص او صينيتين من نفس المقاس، حسب انت حابه تخلي مقدار الكنافه سمكها قد ايه. فانا عامله الكنافه سمكها سنتي، والجبنه عندي اللي استعملت الجبنه الموتزاريلا ده اللي كان متوفر عندي، وده اسهل حاجه طالما الجبنه الموتزاريلا ما فيهاش ملح، حطيت جبنه موتزاريلا بس ما توصلش للاطراف عشان ما تلزقش في الصينيه، وخليت الجبنه كتير يعني مثلا بارتفاع 2 سنتي. على عين البوتاغاز هتشغلي النار وتبدي تدوري كده الكنافه، بس انتبهي عشان ما تتلسعش تكون النار تعتبر وسط هادية شوية، وتفضل لغاية ما الجبنة عندك تسيح. دي طريقة. طيب الطريقة التانية ان احنا كده نغلف وشها وندخلها الفرن. الفرن هيكون بدرجة حرارة 160 كفاية عشان ما يلسعيش الكنافة، وعشان كمان الجبنة تسيح بهدوء ومش هتاخد وقت كتير، هي هتلاقيها ربع ساعة 20 دقيقة ان شاء الله الجبنة هتسيح. مجرد مساحة هتطلعيها من الفرن، ومباشرة شفتوا ازاي بحركة سريعة تقلبي الصينية. دلوقتي الصينية بهدوء هنرفعها هنلاقي الكنافة زي الفل، شايفين المنظر؟ اهم حاجة يكون الطبق اللي بتقلبي فيه الكنافة بتاعتك لازم يكون الطبق ايه بقى؟
لازم يكون الطبق مسطح علشان تتقلب معاكي الكنافة وما تتكسرش. طيب الشربات اللي استعملناه اللي هو بيكون عيار السكر ضعف المية، فمثلا لو انت عاملة كوبايتين سكر عليهم كوباية مية، طبعا ما تنسيش حبة ملح الليمون او عصير ليمون طبيعي عشان الشربات ما يسكرش. وحتقومي ساقية الكنافة وهي سخنة فورا عشان الجبنة لسه بتكون طبعا سخنة كمان والكنافة لسه سخنة، بتسقيها فورا بشربات سائع، تقريبا هتاخد لها كوب الا ربع او كوب من الشربات، وحطي شربات اضافي جانبا حسب الرغبة، اللي يحب ياخد شوية شربات كمان يبقى هو لوحده هيحط في الطبق بتاعه. طبعا منظر الجبنة وهي بتمط منظر رائع. طيب في خيارات تانية للجبنة غير الجبنة الموتزاريلا؟ هقول لكم ايوة في خيارات ممكن تكون تانية غير الجبنة الموتزاريلا، بس اهم حاجة تكون الجبنة دي معمولة اصلية من اللبن وبتمط، علشان لو معمولة من لبن باودر او مكونات مثلا مش صحية قوي ممكن تلاقي الجبنة مش بتمط معانا، ممكن نلاقيها بتفرول، فممكن تستعملي الجبنة العكاوي السورية، كمان معروفة انها مناسبة للحلويات، بس اهم حاجة هتضطري انك تحليها من الملح. ففي ناس بتعمل كده، بتجيب الجبنة العكاوي وتقوم نقعها مقطعها ترانشات ونقعها بالمية الباردة وتغير عليها المية كل ساعة، وممكن طبعا تخليها في التلاجة بالمية عشان ما تبوظش، وكل شوية تفتحي التلاجة وتطلعي الجبنة وتغيري المية وتضيفي عليها مية تانية، وتستمري كده لغاية ما تخلصي من كل الملح اللي في الجبنة، وبعدين تستعمليها. ممكن تخلطي جبنة عكاوي مع الجبنة الموتزاريلا، كمان في ناس كتير بتعمل كده. طيب الجبنة النابلسية لو توفرت معاكي كمان تحفة، واهم حاجة كمان تكون من غير ملح. يا رب تكون وصفة عجبتكم ونشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش اللايكات كومنتات، والى اللقاء.